أحضرنا لكم صورا لذرات الماء قبل قراءة الماء وبعد قراءة الماء لعلنا نعرضها بعد الفاصل. لكن فعلا وبعدين الذي اكتشف هذا ليس مسلما، الذي اكتشفه سامارو إيموتو، أساميهم صعبة دائما اليابانيين هذول، عالم ياباني، عالم، وهو الذي ألف كتابا اسمه The Message from Water، رسالة من الماء، وذكر فعلا أنه شغل شريط قرآن بجانب ماء. يقول فلما انتهى فحصت الذرات فإذا هي متغيرة في أشكالها. هذا ليس كلام والله الشيخ عبد الله، الشيخ خالد، الشيخ أحمد، هذا كلام سامارو إيموتو، رجل ياباني قيل له إن القرآن اكتشف أن الماء يتأثر بالكلام، جعل يجرب عليه أناشيد، أغاني، من ضمن ما جرب القرآن، فرأى فيه عجبا وأصدر في ذلك كتاب، وله موقع في الإنترنت التي للماء قبل وبعد. ذكرت لكم أن سامارو إيموتو هذا رئيس معهد هادو للبحوث العلمية في طوكيو، له كتاب اسمه رسالة من الماء. ماذا فعل هذا الرجل؟ عرض لبلورات الماء، عرضها للبسملة عن طريق القراءة، أحدثت تأثيرا عجيبا وكونت بلورات فائقة الجمال في تشكيل الماء. أسمع الماء شريطا بالقرآن. طبعا الرجل في اليابان يجري كل هذه البحوث، وهو الذي اكتشف، يعني هو أبو هذا الاكتشاف، أن البلورات وأن ذرات الماء تتأثر بالكلام الذي يقال، فتحولت بلورات الماء لتصميم بغاية الصفاء. انظروا الآن إلى ذرة، هذه ذرة لماء زمزم قبل القراءة عليها، طبعا شكلها جميل بحيث أنها كبرت بالميكروسكوب حتى أصبحت يعني بل أيها الإخوة، ملايين الذرات، ملايين البلورات من الماء هي لا تزن إلا يعني جراما واحدا، دل هذا على يعني على صغرها وتناهي صغرها في الحجم. انظروا إليها بعدما قرئ عليها القرآن، سبحان الله. شوف الصورة الأولى، رجعوا لي شباب الصورة الأولى، هذه قبل أن يقرأ عليها القرآن وهي زمزم، وبعدما قرأ عليها القرآن انظروا سبحان الله إلى شكلها. طبعا يا جماعة، الذي عرض هذا والذي أجرى هذا البحث ليس رجلا مسلما، كما قلنا رجل له موقع الإنترنت باسمه، ممكن أي واحد يبحث في أي محرك محركات البحث ويجده. أيضا معنا بعض الشرائح الأخرى، هذه أيضا صور لبلورات الثلج بعد قراءة القرآن عليها. انظروا سبحان الله كيف تأثرت وتحولت إلى هذا الشكل الجمالي الرائع بسبب قراءة القرآن عليها. أيها الأحبة الكرام، لماذا يتأثر الناس بمثل ذلك؟ أعني الماء كما أثبت الآن، طبعا نحن ثابت عندنا شرعا عموما أن الماء يتأثر بالقرآن. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إذا كان يا أخي الجبل يتأثر وهو جماد فما بالك بالماء، لرأيته خاشعا متصدعا. 70% من جسم الإنسان هو ماء في الحقيقة، الخلايا التي في جسم الإنسان يحيط بها ماء. اكتشفوا الآن حديثا أن الخلايا السرطانية عندها مشكلة فيما يتعلق بكثافة الماء أو عدم كثافته، بمعنى أنه إذا كان هذا الماء تضعه في إناء وتقرأ عليه فيتأثر، فمن الطبيعي أنك لما تقرأ على جسد مختلط بالماء بل يغلب عليه الماء أن يتأثر، أليس كذلك؟ فكذلك ما يتعلق بالسرطان، تليف الكبد، القرصات، لدغات العقرب وغيره، ما هو العقرب لما يلدغ خلايا معينة، فهذه الخلايا مليئة بالماء، فأنت لما تقرأ يتأثر هذه الخلايا. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تخصص غيري عموما، قد يكون بعض الأخوة المشاهدين أو الأخوات هم متخصصون في الطب أو متخصصون في هندسة المياه وما شابه ذلك أو الفيزياء، لا أحب أن أدخل في تخصص غيري، لكني يعني قرأت لبعض المتخصصين في ذلك وعرضنا شيئا من هذا.